السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم من جديد في قناة مع رزان. مرحبا بكم في يوم جديد مع فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله المحتوى يلقاكم بصحة جيدة وبألف خير. اذا كالمعتاد قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، كنبغي نشكركم على التواصل، على التشجيع الدائم والمستمر للقناة، كذلك على التعاليق المحفزة والرائعة اللي كتخليو ليا دائما. مرحبا بكم وألف مرحبا. بالنسبة للوصفة او الخلطة اللي غنشارككم اليوم، اول مرة غنشارككم على القناة وصفة اللي كتعالج مشكل ديال النحافة بامتياز، كذلك كتساعد على زيادة نسبة التركيز بالنسبة للاطفال في سن الدراسة، كتعطيهم واحد درجة تركيز عالية اللي كيحتاجوها طيلة اليوم، كذلك القوة والطاقة اللي كنحتاجوها باش نمارسو الحياة ديالنا او العمل ديالنا. ان شاء الله الوصفة ناجحة 100%، وكنتمنى جميع السيدات يحضروها في البيوت ديالهم للاطفال، لانها غتساعدهم باش يكسبوا الوزن بشكل طبيعي، وباش ان شاء الله يبقاو دائما في درجة استيعاب وتركيز عالية. ما غاديش نطول عليكم، غادي ندخلو مباشرة في الوصفة او الخلطة والمكونات اللي غادي نحتاجو. اول مكون على رأس القائمة او الفيديو ديالنا اللي هو مهم جدا وعنده مجموعة من الفيتامينات والمعادن والالياف اللي كيحتاجها الجسم ديالنا باش نبقاو دائما في درجة تركيز مهمة، وكذلك نحافظوا على الطاقة، كذلك نحافظوا على الاعضاء ديالنا والعمل ديالها والوظيفة ديالها بشكل طبيعي، اللي هو التمر او التمر. التمر عنده فوائد كثيرة على الصحة ديالنا، ولابد ما نتناولوه ويكون على الموائد ديالنا بشكل يومي، خصوصا في الصباح يعني على الريق قبل ما نفطره، وكذلك في المساء يقدروا ياخذوا الاطفال مع اي وجبة خفيفة اما حساء او شوربة، مهم جدا خصوصا للاطفال، كذلك السيدات المرضعات، السيدات الحوامل، يعني جميع الفئات من الناس، ولابد ما ياخذوا التمر نظرا للغنى ديالو من بمجموعه من المعادن اللي كنحتاجوها طيله اليوم. بالنسبه للمكون الثاني، نوع من لي سيريال اللي كيبغيو الاطفال، نقدروا ناخذوا اي نوع متواجد في جميع المتاجر التجاريه الكبرى. انا كناخذ هذا النوع، فيه واحد النوع من الكراميل كيكون شويه معسل، هو بحال الروز كيف ما شفتوا، هاد الحبيبات ديالو بحال الروز، متواجد في جميع الاسواق التجاريه الكبرى. يعني اي نوع من لي سيريال كيحبوه الاطفال ديالكم، ولا نتوما كيعجبكم المذاق ديالو او المكونات اللي فيه، فقط حرصوا انه تكون مكونات فيه اللي هي طبيعيه ما فيهاش مواد كيماويه بطبيعه الحال. وبالنسبه للمكون الثالث اللي هو كذلك مهم جدا للصحه ديالنا، مهم كذلك للطاقه والفيتامينات والمعادن اللي فيه كنحتاجوها بشكل يومي، اللي هو السوجا. كناخذوا هاد السوجا وكنحمصوها مزيان او كنحمروها في المقلات واحد المده ديال 15 دقيقه حتى كتاخذ هذاك اللون الذهبي، ومن بعد كنخليوها حتى كتبرد تماما، وكنطحنوها في المطحنه الكهربائيه، كنخليوها فقط مهروشه او مهرمشه على هذا الشكل، ما تكونش مسحوقه، ومن بعد غادي نوريكم طريقه الاستعمال ديالها. بالنسبه للشوكولا، غنحتاجوا اي نوع كيبغيوه الاطفال ديالكم، ولا نتوما كتبغيوه اي نوع من الشوكولا اللي غادي نخلطوا به هاد المكونات. غنحتاجوا فقط 5 ديال المعالق كبار، غادي نحضر فقط كميه اللي كتكفانا اسبوع، ومن بعد كل اسبوع غتبقاو تحضروا كميه جديده للاطفال ديالكم، للازواج ديالكم، لجميع افراد الاسره بطبيعه الحال اللي عنده مشكل ديال النحافه واللي عنده مشكل ديال النقص في المعادن والفيتامينات. اذا على بركه الله غادي نبداو بتحضير الخلطه ديالنا. غادي نضيف المكونات في شي اناء كبير باش غادي نبدا نخلطهم. وغادي نحيدو هاد العلف ديال التمر او هاد العظم اللي تيكونوا ديال التمر بطبيعه الحال، وغادي نضيفوهم للمكونات الاخرى. المهم انا غادي نبقى حتى نكمل جميع الحبات ديال التمر، خليكم معايا حتى تشوفوا الخلطه كيفاش غتكون. اذا بعد ما جمعت جميع المكونات في هذا الاناء، بقى لي فقط غير الشوكولا، غادي ناخذ منه تقريبا كيف ما قلت لكم المقدار اللي كيكفينا المده ديال الاسبوع فقط، ومن بعد نعاودوا نحضروا كمية اخرى. تقريبا 3 ديال المعالق كبار اللي ضفت من الشوكولا،
وغادي نمزج هاد المكونات كامله، ومن بعد غادي نشارككم الطريقه ديال الطريقه باش غادي ناخذوا هاد المكون بشكل يومي. كريمه بهذا القوام، هذه هي الخلطه اللي غادي نبقاو ناخذوها طيله ديال الاسبوع. بالنسبه للكميه اللي غادي ناخذو في النهار، غناخذو على شكل كويرات بحال هذا الشكل. بالنسبه للاطفال الصغار غنحضروا لهم كويرات صغار، في الصباح يقدروا ياخذوا وحده قبل من الافطار، وفي المساء في العشيه كذلك يقدروا ياخذوا وحده. بالنسبه للناس الكبار يقدروا ياخذوا ثلاث مرات كل وجبه معلقه كبيره من هذه قبل من جميع الوجبات، يعني معلقه كبيره قبل الفطور، معلقه قبل الغداء، ومعلقه قبل وجبه العشاء. اذا هذا مكمل غذائي طبيعي كيحتوي على مجموعه من الفيتامينات اللي كيحتاجها الجسم ديالنا، كذلك الطاقه والقوه اللي كنحتاجوها طيله اليوم، ومغذي جدا، يعني كيضيف لنا مجموعه من الفيتامينات والاشياء اللي كيفتقر لها الجسم ديالنا. وبالنسبة للناس اللي عندهم مشكل ديال النحافة، كنتمنى انهم يجربوا هاد الخلطة سهلة ديال سهلة التحضير، وكذلك المكونات ديالها بسيطة ومتوفرة، ماشي شي حاجة اللي كثيرة ما غالياش الثمن، كلها يعني وصفة غير مكلفة، وكتعطينا وزن يعني بشكل طبيعي، وزن بطريقة صحية ومضمونة، النتيجة ديالها مضمونة، وكذلك المذاق ديالها لذيذ جدا، يعني الأطفال غادي ياخدوها وغادي يبقوا دائما يعني يطلبوا أنكم تصوبوا لهم هذا المكمل الغذائي. بالنسبة لطريقة الاحتفاظ به، يعني هاد نقطة مهمة جدا، غناخدو قريعة ديال الزاج تكون معقمة مثلا بحال ديال الشكلاط، ولا يعني شي قريعه ديال الزاج تكون معقمه ومحكمه مزيان، محكمه الاغلاق، ناخذوها ونحطوا فيها هاد المكون ديالنا اللي غادي يدوم تقريبا اسبوع. يعني كنفضل ان السيدات يحضروا كميه فقط اللي غادي نحتاجوها المده ديال اسبوع فقط. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ بها، غادي نوضعوها في المبرد، يعني في درجة التبريد تكون عالية باش نحافظوا على القوام ديالها يكون متماسك، وكذلك الفيتامينات والمعادن اللي فيها تبقى محتفظة بالمكونات اللي فيها ونستافدوا منها اكثر فاكثر. اذا هاد الوصفة كتزيد الوزن بواحد الدرجة، يعني وفعالية ديالها مضمونة. كنتمنى جميع الاخوات اللي متتبعات القناة اللي كيطالبوني بشكل يومي على وصفة لزيادة الوزن انهم يجربوها، ما غاديش يندموا عليها لان نتيجتها مضمونة، ونتمنى انهم يستعملوها ويردوا عليا في التعاليق يعني الوزن اللي خداو او اللي كسبوه مجرد من انهم استعملوها. يعني حاولوا انهم قبل ما يبداو الخلطة او الطريقة ديال الوصفة يحاولوا انهم ياخذوا الوزن ديالهم الحقيقي ويسجلوه، عادي يبداو ياخذوا الوصفة واحد المدة ديال 3 اسابيع ويلاحظوا الوزن اللي خداو، يعني شحال ديال الكيلوات خداو مجرد ما بداو يستعملوا هذه الخلطه. وبالنسبه للنساء المرضعات حتى هما يقدروا ياخذوها، كلها صحيه. التمر مهم جدا لزياده افراز الحليب، كذلك السوجه مهمه جدا لدرجه التركيز، كذلك تساعد على النمو الجنين بواحد الشكل كبير، على قدره استيعاب الاطفال الصغار والرضع ما فيها حتى شي ضرر، كتساعد على افراز الحليب بالنسبه للسيدات بواحد الشكل كبير، كذلك الاطفال الصغار ما فيها حتى شي ضرر انهم ياخذوها. نتمنى اخواتي ان الخلطه اليوم تكون نالت اعجابكم، وصفه صحيه بامتياز مضمونه 100% وغتعطيكم النتيجه اللي كتطمحوا لها، زياده الوزن بشكل طبيعي اللي هو مهم واساسي في هذه الخلطه. اذا كنشكركم دائما على تواصلكم، على تشجيعكم، على دائما التشجيعات كتخليو ليا وتعاليق رائعه ومحفزه، كنشكركم الف شكر. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديال القناه، وشكرا لكم الف شكر، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.